بسم الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. اليوم تم افتتاح بئر صدقة جاري عن إبراهيم أحمد سعادي وزوجته روز صبحي سعادي وأولادهم محمد وبلاك وعبد العزيز حفظهم الله وأكرمهم من أكسار. نعو البئر للتواصي بإشراب تراحم صناول الخير، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم، وسقاهم الله من حوض القوصر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البئر في ميزان حسناتهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يحفظهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسأل الله لهم الصحة والعافية. اللهم تقبل هذه صدقة وجعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.